إعدام سعودي شارك في إطلاق النار على مركز شرطة، وإليكم تفاصيل الخبر. أنور بن جعفر بن مهدي العلوي شارك مع عدد من المطلوبين أمنيا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، وقدم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه، وقدم المأوى ومسح الطريق له، وحاز أسلحة وذخائر. واليوم أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية أنور بن جعفر بن مهدي العلوي، وهو سعودي الجنسية، شارك مع عدد من المطلوبين أمنيا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه، وتقديم المأوى ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر. وأوضحت أنه تمت إحالة المواطن السعودي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه سق يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وجرى تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني بالدمام.